عايزين نعالج الناس اللي عملت المشكله دي. خلاص في ناس فعلا انحرفت وحصل لها كذا كذا، وعايزين نقول لهم طيب عايزينكم ترجعوا للطريق الصح. نعمل معاهم ايه؟ اول حاجه نرجع للنصوص الاصليه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي بتيجي منها العقيده، اللي هي ايه؟ القران رقم واحد. فنقعد نتكلم معاهم بالقران، يا جماعه انتوا دلوقتي ليه بتقولوا ان ده كذا؟ والله عشان كذا. طيب تعال شفت الايه دي بتقول ايه؟ طب الايه دي بتقول ايه؟ طب الايه دي بتقول ايه؟ لكن بنيجي المشكله، ايه المشكله؟ يقول لك هتقول لي الايه دي بفهم فلان، طب مين اللي قال لك ان فهم فلان ده صح؟ طب ما انا بفهم احسن منه. فبالتالي يبقى انت عايز مع القران الكريم، لو انت بتخاطب حد مش مؤمن بقى بفكره الصحابه وفهم الصحابه وكده، يبقى انت عايز جنبها ان انت يكون عندك نوع من الحكمه في اللي هو الكون بقى، ان انا بربط له ده بالدلائل الكونيه، ان انا بقول له طب انت شوف كذا، طب بص حواليك مثلا شايف كذا في الكون في كذا، يبقى لازم يكون عندي نوع من الحكمه ان انا اعرف اربط الامرين ببعض بحيث ارجعه لعقله الطبيعي، لان عقله من ناحيه هياخد جزء من الدين وهيرفض جزء، ولكن الجزء الثاني مش عارف يرفضه لان شايفه بعينه. لما اجي اقول له شايف كذا، شايف البحر، البحر شايفه، مش هيقدر يقول لي بقى لا اصلا مش شايفه، اصل احتمال يكون فيه، اصل احتمال ما يكونش، لا ده بعينه بقى. يبقى بالتالي انا عايزه يبقى عنده الامرين دول مع بعض. اللي هيرتدع من القران الكريم خلاص ده ربنا يفتح عليه والحمد لله ان هو هيرجع بدون اي مشكله. طبعا الحاجه الثانيه ان احنا نعمل زي مناعه كده اصلا للناس، يعني الافضل بدل ما انا اسيبه يضل وبعدين ارجع اقول له تعالى، لا ان انا اكلمه اصلا من البدايه، ابتدي اعلم الاطفال الحاجات دي ويعلم. يعني في اشهر كتاب هو الاسئله الغيبيه للاطفال، كتاب يعني مشهور الحمد لله وموجود في كل حته، بيتكلم بقى عن الحاجات الغيبيه اللي ممكن الطفل يسالها، هو ربنا فين، هو ازاي اتخلق، اللي بيموت بيروح فين، معرفش ايه. احاول ان انا اعلم الطفل على كده من هو صغير، بحس ما استناش ان هو ينحرف وبعدين اقول ايه، اي واحد يكلمني يقول لي ابني بقى بيقول كذا وبقى ملحد، اعمل ايه دلوقتي؟ اقول له لا انت اتاخرت، كان المفروض تعمل ايه ده وهو لسه عنده 6 7 سنين، يعني دي الخطوه اللي تبداها عشان تيجي النهارده تسال السؤال ده. بعد كده